مساء الخير وكل عيد حب وانتو بخير. تم تكريم الفنان الكبير مارسيل خليفة من قبل الكونسيرفاتوار الوطني اللبناني على مسرح قصر اليونسكو أمس من بعد قطيعة استمرت 30 سنة. تضمن البرنامج الفني أغنيات مارسيل خليفة عزفتها الأوركسترا بقيادة أندري الحاج وبمشاركة كورال جامعة سيدة الويزة، وعزف على آلة البيانو رامي خليفة ابن الفنان مارسيل خليفة. كل أجواء الحفل والتكريم من تبعها بالتقرير التالي. أضعت يدي على خصري امرأة من سراب، أعانق رملا أعانق ظلا أعانق رملا أعانق ظلا. رأيت كثيرا يا أحلى ما فيها التجربة إنه هي محلية وطنية، يعني كل العناصر إني من هون من هالأرض، إنه أنا اشتغلت كتير مع ناس من برا وعازفين وأوركسترات، بس بتحس بوطنك أو بمدينتك الشعور مختلف. صوت الموسيقى أحلى كتير من صوت المدفع وأحلى كتير من صوت المتفجرات. بحاجة للموسيقى، نحن بحاجة للموسيقى، يمكن أكتر بلد وأكثر شعوب بهالمنطقة بحاجة للموسيقى، مشان إعادة هيك تكوين ذاتنا من جديد. يعني ما عنا إلا الثقافة أنا برأيي نتمسك فيها في هذا الوطن. كل شيء مؤجل، النفط مؤجل، البترول مؤجل، الغاز مؤجل، كله مؤجل، وحتى لو إجا الثقافة أهم. الحالة الفنية رافقتها حالة شعبية، فأغنيات مارسيل تحولت إلى أناشيد بأوطان ضاعت أناشيدها وأبطالها صاروا شهداء. بيتي مثل الورق احترق ما عاد عندي ليلة تكريم مارسيل خليفة وفنه من قبل المعهد العالي للموسيقى في قصر اليونسكو بدأت بعرض وثائقي من إعداد الزميلة كريستين حبيب. وبعدما سلم وزير الثقافة جابي ليون الدرعة التكريمية لخليفة، قدمت جوقة جامعة سيدة الويزي بقيادة الأب خليل رحمة أغنيات من أرشيف مارسيل خليفة، إضافة إلى معزوفات قدمتها أوركسترا الكونسيرفاتوار بقيادة المايسترو أندري الحاج. كما قدمت الفنانة أميمة الخليل بصوتها أغنية وأغنيتين بصوت الفنان المصري محمد محسن، وعزف في الحفل على البيانو الفنان رامي خليفة. واختتم الحفل مارسيل بأغنية سلام عليك تحية لأمه، وللمرة الأولى غنى دون عوده. عم شارك الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بأغنية واحدة هي قلت بكتب لك، يعني هذا التكريم مهم كتير، ومهم لأنه من الكونسيرفاتوار ولأنه من الأوركسترا اللي هي أحق الناس إنها تعزف أعمال مثل أعمال مارسيل خليفة. فخور إنه دعاني، وأنا جيت من فرنسا، أنا عايش بفرنسا، فحكاني قال لي بكون كتير مبسوط إذا بتجي بتشارك معي لهالمناسبة. فقلت له طبعا أكيد هذا الفرح لإلي. أنا على طول عم بقول لهم إنه في قبل مارسيل وبعد مارسيل، عم بحكي من حيث الموسيقى، الميلودية اللي عنده غنية جدا، بتحمل إنه يكون يغني عود واحد، وبتحمل التوزيع اللي عنده اللي ترسم لهذه الميلودية إنه تعزفها أوركسترا كاملة. حفلة الأستاذ مارسيل دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، يعني أنا وجيلي من في مصر وفي الوطن العربي كله، يعني احنا تربينا على أغاني الأستاذ مارسيل والشيخ إمام وسيد درويش، يعني الأستاذ مارسيل من وإحنا صغيرين حافظين الأغاني بتاعته. فكون إن أنا أكون موجود النهاردة في حفلة تكريم اللي بيعمله الكونسرفتوار لي النهاردة، وإن أنا أغني على المسرح هنا، دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي وشرف كبير لي إن أنا أكون موجود وسطكم النهاردة. سلام علي أما أنا لي أن أقدم
الهدايا إليك أما أنا ليك.